تخيل انك في يوم من الايام تحولت الى بجعه. انت مش انسان، تحولت الى بجعه وانت تمشي كذا في امان الله. تبغى تخش الحديقه، مقفل، بس تبغى تخش طردك منها، فقررت تنتقم. What's up homies، انا شادو، اليوم نلعب لعبة البجعة. شيك على القناة الثانية موجودة في الوصف تحت فيها باقي السلسلات. Let's go. اوكي بدينا. شوف في مهمات لازم نسويها. اول حاجة يقول لك خش في الحديقة. اوكي لازم افكه لانه مقفل. ناجي هنا، ايوه اجا. فوق، ايه ما تضرب، فكر. طيب خشينا. ثاني حاجة يقول لك خليه يتبلل، ده اللي هو حق الحديقة، ده الحارس. طيب تعال، اول ما يجي واو 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 هذا كذا، ايوه اول ما يجي نفك على المويه. ابغى اشيل الجزرة عشان افك المويه عليه. ايوه ملينا. طيب بعدها ها دحين نسرق حقهم مفاتيح. لا 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 لا، اي واو اقلب. اي هات هات، اي هات هات. شوف شوف ذا، شوف لك ذا يا اخي، هات. ايوه سرقناها. تعال لا مسكين هذا. طيب يقول لك دحين خلي ده الحارس تمام يلبس طاقية ثانية، كوفية ثانية. طيب هات هذا. طيب دحين انا شيء عادي اخ، ابغى يشل. وهو يدن، اول ما يدن اخل اشل منهم كوفي. تعال ما متشتش لا تعدل. ها لازم اروح بها مكان ثاني. ايه ام كوفيا هات يا الله ام كوفيا يا اخي ام كوفيا. ام كوفيا ام كوفيا ام كوفيا ام كوفيا كان قريب. هيا شلها
حط ما عليك، انا مش هنا. شليناها كفو، اهرب عشان ما دي يعرفش فين هي. روح البس مع كوفية ثانية. لا ايوه دحين صح، خلاص دحين ما عاد يقدرش، ما يدريش انها موجودة هنا. اوكي طيب، بعدها يقول لك شل مخراشة. خطاف من بحيرة. هاي هاي داعس عليها. هات يا الله. طيب شا خلي اجي هنا، شا ادي شوية اشل، استغل الفرصة اشلها. لا شافني سريع يا الله. هب عشان خراش انا. يا اخي يا الله يا اخي بعد ماشي. هي شله. يلا هات يا الله. ده متى مداي شله ذي كويس غبي. راح راح شله ذاك خلاص. انا شله ذي ايوه ما بعده. هذا بيكنيك يقول لك، هذا يعني زي نزهة كذا، نحط هنا حاجات. يبغونا نجيب ساندويتش اللي هو متوستو ذا. ايوه ساندويتش خلاص. طيب تفاحة. طيب يقطينا. بعدها جزر. مربع. طيب ترمس اللي هو حق مشاهي. طيب بعده راديو. باسكت سلة باقي. طيب اعتقد انها بسلة برا. دقيقة كأنك شفتوها من اول. اوه دي هي. اي شلم يقطينا رجع. ايوه كملنا. طيب اوه يقول لك خلى ما اسمه ده حق الحديقة ده اللي هو حارس الحديقة المزارع خلينا نقول.
مطرقه يقول باكلها على يده يعني او صباعه. انا الحين اوريك كيف. تعال شل دي هيا روح بها صلحها. يلا انتظرك هناك. انا يا صلح صلح انا مش هنا. ايوه جبناها. كملنا مهمات حق دي الحلقه حق دي المكان يعني حق ذا المكان. سبسكرايب لايك وشير. اشوفكم المره الجايه. سي يو.